مادة طرق البحث، تمهيد الماجستير، تخصص إدارة الإنتاج. المقدمة، مقدمة البحث بتشمل الحاجتين، المكان اللي هطبق فيه والأسلوب العلمي اللي أنا هطبقه. بالنسبة للمكان، لازم أبين وأنا بعمل مشروع البحث، أبين أهمية المكان اللي هطبق فيه، أشرح أجيب بيانات نظرية، مقابلات شخصية، دراسة استطلاعية، ويفضل تكون ببيانات رقمية. كل ما كان المكان مهم أو بيأثر في عدد كبير من الأفراد، بيكون ليك فرصة أفضل كتير لتسجيل هذا المشروع. أما الأسلوب العلمي، بختار أسلوب حديث بطبقه وبشرحه، برضك بشرحه بسرعة في المقدمة، قد يكون 6 سيجما أو 7 إس أو إعادة تدوير المخلفات أو التنافسية، وكل ما الموضوع يكون جديد وحديث بيكون ليك فرصة أفضل لتسجيله. كل مشروع أو كل بحث لازم يبقى فيه مشكلة. المشكلة عبارة عن إيه؟ عن انحراف أو عدم توازن بين الوضع الحالي والمفروض أن يكون، أو عندي مدخلات معينة ومتوقع نتيجة ما جاتش النتيجة زي ما أنا متصور، يبقى دي برضه قد تكون مشكلة. مهم أوي للباحث يفرق لنا بين المشكلة وبين أعراضها، لأن علاج الأعراض لن يحل المشكلة، يبقى لازم أعرف المشكلة كويس وأحدد أعراضها. الأعراض هي اللي بتقول لي في الآخر إيه هي المشكلة، لكن لازم أعالج المشكلة، يبقى هنا لازم أتعرف على المشكلة وأعراضها والعلاج يكون على المشكلة نفسها، وده بيبان من الدراسة الاستطلاعية اللي بيقوم بيها الباحث. طيب، لما نيجي نقيم مشروع البحث وعايزين نعرف المشكلة دي قابلة للحل ولا لأ، لازم يبقى في علاقة بين متغيرين أو أكثر. يعني مثلا ممكن يبقى المثال بتاعنا في علاقة بين انخفاض المبيعات في الشركة وبين نقص مستوى الجودة، يبقى هنا في علاقة بين متغير ومتغير تاني. المشكلة أو الأسلوب التاني للحكم على قابلية الرسالة للحل، إن المشكلة قابلة للاختبار إما عن طريق الاستقصاءات، المقابلات الشخصية، البيانات المكتبية إلى آخره. وفي الآخر بصيغ المشكلة في مجموعة استفسارات أو أسئلة تساعدنا أنا في حل المشكلة. يعني على سبيل المثال عايز أقول إيه؟ ما الذي يجب أن يكون في المنظمة حتى يتم تطبيق السكس سيجما بصورة جيدة؟ ما هي المشكلات التي تقابل تطبيق السكس سيجما في المنظمة؟ ما هي متطلبات تطبيق السكس سيجما في المنظمة؟ يبقى بصيغ أسئلة هتساعدني إن أنا أوصل لنتيجة. أمثلة بقى، إن دايما المشكلة بيبقى فيه أو أي عمل في الدنيا ليه مدخلات، ليه عمليات، ليه مخرجات. ممكن تبقى المدخلات الحالية غير مناسبة للمخرجات المتوقعة، يعني مثلا أنا متوقع يبقى في مستوى جودة عالي، لكن العمالة مش متدربة تدريب جيد، الآلات محتاجة صيانة، الخامات اللي بشتريها سيئة، يبقى هنا الخامات أو المدخلات نفسها غير مناسبة للمخرجات المتوقعة. وقد تكون المدخلات جيدة كل واحدة على حدة، لكن أنا مش عارف أدير الكلام ده، يبقى المشكلة في العمليات. يعني قد تكون المدخلات الآلات جيدة، العمالة مدربة تدريب جيد، الخامات جيدة، ولكن أسلوب التشغيل سيء، يبقى هنا برضك المشكلة مش في المدخلات ولكن في العمليات. يبقى هنا قد تكون برضك المشكلة إن كان المخرجات جيدة ومبيعات عالية جدا، وفجأة حصل إن في انخفض مستوى الجودة، قد تكون هي دي المشكلة. الفروض، بنحط مجموعة فروض للدراسة. الفرض هو احتمال يراد إثبات صحته أو عدم إثبات صحته. وهناخد مثال بسيط، لو أنا دلوقتي عندي جهاز التلفزيون بشغله في البيت وجيت أشغله ما اشتغلش، دي مشكلة. بحط مجموعة فروض، احتمال يبقى الكهرباء مش واصلة للتلفزيون، احتمال يبقى في عطل في مفتاح تشغيل التلفزيون نفسه، احتمال يبقى في عطل جوه الأجهزة الداخلية للتلفزيون. فبختبر الفروض دي وبوصل للسبب، قد يكون السبب إن في مشكلة في المفتاح التشغيل، يبقى عرفت أنا إيه هو الفرض اللي أنا بختاره. في افتراض بقى، يجب التفرقة بين الفرض والافتراض. الافتراض ده أنا بقى أساس ببني عليه البناء، زي إيه؟ عندنا الساعة السكانية لعدد سكان مصر اللي بيطلعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتقول إن عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، والكلام ده كان مثلا في 1 فبراير مثلا، لكن عدد السكان فعلا مش 100 مليون، لكن ده الاساس اللي انا بثبت بيه الدراسه بتاعتي. يبقى انا ساعات بحط افتراض بكمل بيه والافتراض ده يقترب من الواقع. الفرض قد يكون فرض عدم او فرض بديل. العدم اللي احنا بننفي، لا يوجد اختلاف، لا يوجد علاقه، يبقى احنا هنا بنحط اختلاف.
لو ثبت فعلا يوجد اختلاف، لو ثبت فعلا يوجد لا يوجد اختلاف يبقى ثبت صحة الفرض. أما لو في اختلاف فعلا يبقى لم يثبت صحة الفرض. ناخد بقى أمثلة للفروض. لا توجد فروق، لا توجد علاقة جوهرية، لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية، لا يوجد لا يوجد لا يوجد، ليس هناك علاقة. وبالتالي ممكن حتى يكون الفرض الرئيسي أحد الفروض الرئيسية يتكون من مجموعة فروض فرعية، يعني أحد مثلا فروض لبحث معين انخفاض المبيعات نتيجة شدة المنافسة في السوق، ده الفرض الرئيسي. ممكن بقى يعني ينبثق منه مجموعة فروض فرعية إن منتجات المنافسين أعلى في مستوى الجودة، إن سعر المنافسين أقل من السعر اللي أنا ببيع بيه، قنوات التوزيع اللي هم بيتبعوها أفضل من اللي أنا بتبعها. يبقى هو نفس الفرض الرئيسي اللي هو ضعف انخفاض مبيعاتي بسبب المنافسة اللي بختبره، ممكن يشمل مجموعة فروض فرعية كلها بنشوف هتثبت ولا لا تثبت. في حاجة اسمها فروض موجهة وفروض غير موجهة. الفروض الموجهة اللي أنا بقول نوع العلاقة، يعني توجد علاقة طردية بين المبيعات وبين السعر، توجد علاقة عكسية بين السعر وبين المبيعات، توجد علاقة قوية أو علاقة ضعيفة، توجد علاقة طردية قوية، توجد علاقة عكسية ضعيفة. أما الفرض غير الموجه يكتفي فقط بوجود علاقة، تطلع بقى قوية تطلع ضعيفة تطلع طردية تطلع عكسية، ده اللي أنا بثبته في البحث. يبقى أنا عندي نوعين من الفروض، موجه وغير موجه. البحث طبعا في الآخر بيبقى له أهداف، بيبان الكلام ده من العنوان بتاع البحث. يعني لما نقول نموذج مقترح لتطبيق 6 سيجما في شركة كذا، يبقى الهدف من البحث ان انا احط نموذج. اما لو كان العنوان تقييم نظام الصيانة في صناعة الحديد والصلب، يبقى انا عندي نظام بقيمه، النظام ده قائم فعلا. يبقى لازم افرق بين حاجتين، النموذج المقترح هو لم يطبق وانا اللي هقول يطبق ازاي، اما التقييم حاجة موجودة وانا بقيم وجودها. او بحط بقى خطة لتطبيق اسلوب كذا، يبقى برضه كذا الاسلوب غير مطبق وانا اللي هطبقه في الشركة، ده هدف البحث.